حياكم. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون أحاديث الرسول اللي قالها لهم في صدورهم، كذلك القرآن. ما توارد لأذهانهم أنهم يجمعون كل القرآن ويكتبونه في كتاب واحد، إلين جاءت حروب الردة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذه الحروب استشهد عدد كبير من الصحابة وحفاظ القرآن. خاف عمر بن الخطاب وأشار على الخليفة أبو بكر أنهم يجمعون القرآن، وفعلا هذا اللي صار. واجمعوا كل آيات القرآن الكريم. طيب بالنسبة للأحاديث، الحديث كتب بعدها فترة طويلة تقريبا، بعد ما جمع في أكثر من مجلد، يعني بتلقى عشرات الكتب اللي جمع أصحابها الأحاديث، ولا تخلى طبعا من أحاديث ضعيفة وبعضها مكذوب، لأنه المسألة صعبة في جمع هذه الأحاديث كلها. تكاسل كثير في حمل هذه المهمة، لأنها تحتاج واحد ينذر نفسه وكل وقته لهذا الموضوع. اليوم راح نتكلم عن شاب ترك كل شيء عشان يجمع الحديث، شاب من بخارة اللي هي أوزباكستان، تعلم منذ نعومة أظفاره في بخارة على يد علماء كثر. وفي يوم من الأيام قال معلمه إسحاق ابن رهوي، وهو عالم جليل لتلاميذه: تخيلوا لو استطعنا أن نجمع الصحيح من أحاديث الرسول، هذه أمنية عظيمة، ليش ما تحاولون يا تلاميذي في هذه المهمة؟ الجملة هذه وقعت في قلب الشاب محمد بن إسماعيل البخاري اللي كان عمره 16 سنة. قررت أمه وأخوه الكبير يروحون المكة للحج، وراح معهم. تخيلوا المسافة البعيدة اللي قطعوها. بعد الحج فاجأ أمه وأخوه وقال: أنا رجال قاعد في مكة، الله يستر عليكم. طيب ليش تبي تقعد يا بخاري؟ قال: أنا أبي أتعلم من علماء الحجاز في مكة والمدينة، وبروح للشام والعراق، لأن هذه فرصة عظيمة ما تتفوت. بدأ البخاري يتتلمذ على يد كثير من العلماء في ذلك العصر، وانطلق في كتابة واحد من أهم الكتب اللي كان سبب في نضج وقوة كتاب البخاري بعد ذلك. ألف كتاب كبير اسمه التاريخ الكبير. في التاريخ يتحدث عن الرواة والحفاظ والصحابة والأحداث، وفي هذا الكتاب كان يقول فلان لا تصح روايته وفلان روايته متصلة، ويفند ويتحدث عن كثير من هذه الأحاديث. خلال جولاته في الحجاز والشام والعراق وغيرها من المناطق في البحث عن العلم، كان يدون كل معلومة ويفحصها جيدا، وكان ينتظر الليالي المقمرة في المدينة المنورة ليكتب هذا الكتاب بالقرب من القبر النبوي الشريف. البخاري أخرج هذا الكتاب عمره 18 سنة،